والسلام على أرواح الشهداء الأبرار الذين يفتدون بدمائهم سيادة لبنان ووحدته والعيش المشترك بين أبنائه. عندما يكون الوطن في خطر فإن المسؤولية الوطنية تفرض علينا إعلان النفير العام واستنفار كل الجهود والإمكانات لمواجهته ورده إلى نحور أصحابه والقائمين به. ولبنان اليوم يعيش هذا الخطر ويواجه هجمة إرهابية غير مسبوقة عملت على خطف بلدة عرسال وأسر أهلها ومهاجمة المراكز العسكرية والأمنية المتواجدة فيها. هذا الأمر ليس حدثاً أمنياً عابراً على صورة الحوادث التي تنتقل بين المناطق. هذا الأمر هو لعنة نزلت على لبنان، ومن المستحيل على الكبار والشرفاء والأحرار في أمتنا أن يقفوا منها موقف المتفرج وأن لا يقرنوا أقوالهم بالفعل فيبادروا إلى نصرة لبنان وجيشه ومؤسساته الأمنية الشرعية ويتخذوا القرار السليم في الوقت المناسب ولا يتركوا البلد الذي أحبوه ودافعوا عن صيغته ووجوده نهبا للرياح الإرهابية الصفراء التي تهب على المنطقة. وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أعزه الله سبحانه وتعالى ورعاه يعلن الوقوف مع لبنان في مكافحة الإرهاب وفلوله المسلحة ويضع خطابه التاريخي الذي وجهه قبل أيام موضع التنفيذ تأكيداً للصرخة التي أطلقها منبهاً ومحذراً من تنامي الإرهاب وقصور المجتمع الدولي عن مكافحته ودعوته القادة والعلماء إلى الوقوف في وجه الإرهابيين الذين شوهوا صورة الإسلام ونقائه وصفائه وإنسانيته وألصقوا به كل الصفات السيئة بأفعالهم وطغيانهم ويحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب. الإرهاب سرطان يهدد وجود لبنان، بل هو يهدد المنطقة كلها بانتشار الفوضى والفتن، واستئصاله مسؤولية الدولة ومؤسساتها التي لم تبخل في تقديم الأرواح والتضحيات فداء لكرامة اللبنانيين وسلامتهم. ومن هذا المنطلق وجه خادم الحرمين الشريفين وحرصا من مقامه الكريم على حماية لبنان ودعم مؤسساته والتضامن مع شعبه في مواجهة المخاطر الداهمة وجه بتقديم دعم فوري للجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية الشرعية قوامه مليار دولار يخصص لرفض الدولة اللبنانية بالإمكانات التي تتيح لها ظهر الإرهاب ورده على أعقابه. وقد شرفني حفظه الله بالإعلان عن هذا الدعم والإشراف على هذا العمل الأخوي النبيل، وهي مسؤولية تحملني على التوجه من خادم الحرمين الشريفين باسمي واسم اللبنانيين جميعا بالشكر والتقدير والعرفان لهذا الدعم السخي الذي يضيف إلى السجل الحافل للمملكة بدعم لبنان ونصرته في المحن صفحة جديدة ستبقى أمانة غالية في
في ذاكرة الأجيال. بناء عليه سأباشر فورا بإجراء اتصالات برئيس الحكومة والوزارات والإدارات العسكرية والأمنية اللبنانية، والعودة معها إلى البرامج والخطط والمشاريع التي تلبي بالدرجة الأولى الحاجات الملحة للجيش والأجهزة، وتسهم مباشرة في توفير المستلزمات الممكنة والمطلوبة لمكافحة ظاهرة الإرهاب. إن الوظيفة المباشرة للمساعدة التي قررها خادم الحرمين الشريفين واضحة ومحددة، وهي تعني تخصيصا الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية التي يقع على عاتقها مواجهة الحملة الإرهابية وملاحقة المسلحين وبؤر التطرف في كل مكان. إنني أتوجه من هنا من المملكة العربية السعودية إلى جميع اللبنانيين، مشددا على أن وحدتنا الوطنية هي السياج الذي يحمي بلدنا، ولا يجوز لأي سبب كان التضحية بها لمصلحة مشاريع خارجية هدفها استدراج الفتن والحرائق إلى لبنان، أو توريطنا في الحروب القريبة والبعيدة والتطوع في معارك إنقاذ الأنظمة الطاغية. وحدتنا هي السلاح الأمضى بيد الشرعية والجيش للانتصار على الإرهاب، وسينتصر لبنان على الإرهاب بإذن الله. ولن يسمح لقوى التطرف أن تتخذ من أرضه ساحة لنشر الشر والفتن والإساءة لقيم الاعتدال والتسامح والحوار والتلاقي والعيش المشترك. الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أعزه الله العلي القدير وحماه، والشكر موصول إلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق. وشكرا لوسائل الإعلام التي شاركتنا هذا اليوم الإعلان عن دعم المشكور للبنان ومؤسساته العسكرية والأمنية. الآن بأخذ بعض الأسئلة. سؤالي تمحور انه خادم الحرمين الشريفين دائما يعطي لبنان كل الدعم المعنوي والمالي وايضا السياسي، والمواقف كثيره من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للدوله في لبنان دائما باختلاف الرؤساء واختلاف المسؤولين القائمين، لكني اجد انه هناك تضاد داخل لبنان من خلال عدم التحالف على حب لبنان وعلى تجاوز كل الخلافات السياسيه والخلافات الداخلية عموما. ألا يمكن أن لبنان يرجع بالتوافق فيما بينهم المتضادين خاصة، وبالتالي تجاوز كل مراحل الإرهاب اللي قاعد يحصل في لبنان ولفترات طويلة؟ يعني تاريخ لبنان عادة من مبدأ حتى الآن وهم خلافاتهم خلافات إرهاب وليست خلافات يعني خلافات تجارية. فهذا سؤالي. يعني أنت بتعرف لبنان عانى الكثير خلال 40 سنة اللي مضوا من حرب أهلية، وكان في مرحلة إعادة مرحلة اتفاق الطائف وإعادة بناء لبنان. لا شك أنه المنطقة كلها، وأنت عارف يعني أكثر من الجميع، أنه عم تعاني من هالانقسامات اللي عم تصير داخل لبنان. نحن من كم سنة ما كنا بهالموقع اللي نحن فيه اليوم. اليوم في الربيع العربي في محاولات لخطف هذا الربيع العربي، في محاولات لتعزيز قوى إرهابية لتقسيم المنطقة. فالموضوع مش بس لبناني، الموضوع يعني عانت منه مصر، عم تعاني منه ليبيا، عم تعاني منه سوريا، عم يعاني منه العراق، عم تعاني منه اليمن. فهذه موجة لازم تحارب بشكل مدروس. الانقسامات اللبنانية هي انقسامات مثل ما قلت سياسية،
وهذا شيء بالنسبة لنا للبنان مهم. ولكن أنا بأكد لك أنه ونحن مع أنه يكون في عندنا وحدة بين اللبنانيين، ولكن في هناك مشاريع خارجية عم تضرب الدول العربية، وهذه المشاريع واضحة من وين جاي يعني. يعني شوف، لبنان هو مش يعني خارج عن هالمنطقة، لبنان داخل بهالمنطقة، وفي عين العاصفة عندنا المشاكل اللي عم تصير في سوريا والانقسامات اللي عم تصير، وخاصة النظام المجرم تبع بشار الأسد اللي عم يدبح بالسوريين، وأيضا كان عم يدبح باللبنانيين. وهذه المشاكل اللي عم نشهدها اليوم هي بسبب هذا النظام اللي المجتمع الدولي تخاذل بإسقاطه. واليوم المجتمع الدولي إذا فعلا أراد أنه يخلص سوريا من هذا الدكتاتور كان ممكن بكل سهولة أنه يخلصه، ولكن هذا التخاذل عم يدفع الثمن للبنان ولدول المنطقة. نحن يعني لا شك أنه المجتمع الدولي في مراحل وقف معنا، ولكن مشكلتنا هي مشكلة بالمنطقة كلها، هو التدخل الإيراني في سوريا، في لبنان، في العراق. هذا شيء واضح ومعروف عند الجميع، ونحن عم نحاول نقاوم هذا الشيء وعم نرد الإرهاب اللي عم يدخل على لبنان. تعملون حاليا على مفاوضات استعادة عسكريين ومعتقلين في بعض الدول؟ لا، نحن مهمنا شغلتين طبعا. يعني اول شيء المهم هو انه العسكريين يرجعوا الى الجيش اللبناني والى اهاليهم، اهم شيء. وثاني شيء هو انه المسلحين يغادروا الاراضي اللبنانيه. هذا التفاوض يعني لابد منه، لانه في يعني عسكريين مفقودين، وواضح انه هؤلاء مع الارهابيين. فنحن بدنا ننهي يعني بدنا ننقذ مدينه عرسال من جهه، وايضا بدنا نرجع العسكريين الى عائلاتهم. فلابد من هذا التفاوض. وانت بتعرف يعني التفاوض صار على عده امور مع هذول الارهابيين، في صحفيين كانوا مكموشين من قبل داعش، في خوارنا، ويعني كان في كثير ناس ممسوكين من قبل هذول. المهم نحن بهمنا انه يرجعوا هؤلاء الى عائلاتهم باسرع وقت ممكن. اهلا وسهلا. هذه المساعدات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين يوما لدولة لبنان ليست متوقفة على مساعدة واحدة، بل امتدت إلى مساعدات سابقة حسب ما أعتقد بلغت أكثر من 3 مليار في المرة السابقة. ما هي النتائج المرجوة من هذه المساعدات، خاصة أن الصراعات اللبنانية الداخلية لها تأثير كبير في عملية استخدام هذه المبالغ في الطرق المحددة لها؟ لا، يعني اول شيء لحتى احدد الامور، اول شيء هذه المساعدات اتت بالبدايه 3 مليار اتت لاعاده تاهيل الجيش اللبناني، وهذا موضوع بيطول، يعني موضوع مش موضوع شهر وشهرين وثلاثه، مشروع بده سنه وسنتين وثلاثه، لانه هيدا عم ياهل الجيش اللبناني من دبابات وهليكوبترات ومدرعات من كل هالامور. وما في خلاف ولا يمكن أحد في لبنان مين ما يكون أي فريق لبناني إنه يعارض استعمال الجيش اللبناني لحماية اللبنانيين. هذا موضوع في إجماع عليه. هلأ في محاولات البعض بحاولوا في لبنان يوحوها،
انه الجيش اللبناني قادر ولا مش قادر. لا، الجيش اللبناني قادر يمسك الاراضي اللبنانيه كلها لحتى يعزز، يعني اليوم حتى يدافع عن لبنان عن حدوده. مشكلتنا انه الجيش اليوم ما هو مش مسلح بالشكل اللي هو المفروض انه يكون مسلح. يعني مثلا لحتى اعطيكم فكره صغيره، لحتى ينقل الجيش جنود من السكنات لحتى للبقاع او العرسال كان بده يوم ونص. طب هذا مش طبيعي. لو كان الجيش قادر يتحرك بشكل سريع جدا كان الاستعجال الامور، وكان فعلا الطريقه اللي كافح فيها الجيش اللبناني والقوى الامن الداخلي هذه الافه بشكل اسرع، يعني وصول الجيش الى المكان وبالاسلحه المطلوبه كان ممكن يعني يعطي نتائج افضل. تفضل. ما يحدث في قريه حزدان ذات الاغلبيه السنيه ما اسمع، نعم، هل ما يحدث بسبب تدخل حزب الله في سوريا وهذا رد فعل من الجماعات المسلحه على هذه القريه؟ والى اين وصلت التطورات في هذه القريه؟ نعم. السؤال الثاني، دوله الرئيس، هل هناك تهديدات شخصية من بعض الجهات والتنظيمات المسلحة؟ أول شيء الله بيحفظ الجميع، والتهديدات يعني قد ما بدك موجودة، بس الحمد لله الله هو الحافظ يعني والحامي. بالنسبة للي حصل في عرسان، لا شك أنه دخول حزب الله إلى الساحة السورية والمشاركة في القتال في سوريا كان له ردة فعل إن كان عند اللبنانية سيئة جدا وأيضا عند الثوار في سوريا، وأكيد في ردة فعل من اللي حصل في سوريا من حزب الله اللي حصل اللي عم يتدخل بالشؤون السورية. ردة فعل نحن كنا دائما عم نقول انه ردة فعل حتكون على اللبنانيين، شفت التفجيرات اللي حصلت ان كان في طرابلس ولا الضاحية ولا كل المناطق اللبنانية، هذه ردة فعل نحن كنا عم نحذر فيها من اول طريق. ولكن الاثنين خطأ واثنين جريمة، الجريمة انه يطلع حزب الله الى سوريا ويقاتل في سوريا، والجريمة ايضا انه الارهابيين يجوا على عرسال ويعملوا اللي عملوه بالجيش اللبناني. الجيش اللبناني صار له 3 سنين عم يحمي اللاجئين اللبنانيين السوريين على الحدود اللبنانية. قرروا هذول الإرهابيين بسبب تدخل حزب الله في بسوريا انه يعملوا ويقسموا اللبنانيين كمان ايضا او يأسروا على اهل السنة. واهل السنة يا اخوان في لبنان هن اهل الاعتدال، ما حدا يناقش بهذا الموضوع. التطرف بعيد كثير بعيد عن اللبنانيين، لذلك محاربة هذه الآفة يجب أن تكون بسرعة. شكرا. دكتور الرئيس، علي غسان مساعد رئيس تحرير الأوقاف. أهلا. الحقيقة وقفة خادم الحرمين الشريفين جاءت في وقتها وفي الوقت المناسب لإنقاذ لبنان مما يجري فيه حاليا. ودنا هو يعني نسلط الضوء على الجدول الزمني لهذه المساعدات ومتى بالفعل ستكون يعني واقعا ملموسا وتنعكس على ما هو حادث في لبنان، في ظل ايضا قائد الجيش اللبناني اليوم طالب فرنسا ايضا بسرعه تسليح الجيش اللبناني بما وعدت فرنسا بالتسليح لكن لم يتم. هل سيتم خلال الساعات المقبله او الايام المقبله على الاقل؟ هذا الشيء الاول. اول شيء يعني برجع بردة شكري لخادم الحرمين الشريفين اللي شاف انه هالمخطط اللي عم يصير بالمنطقة وخاصة في لبنان هو عم جريمة كبيرة، واللي ارتأى انه يساعد لبنان بهذا المبلغ السخي. المساعدات اي وقت الجيش اللبناني او قوى الامن الداخلي او اي جهة امنية في لبنان شرعية بتطالب انه عندها طلبات فورية لمكافحة الارهاب حيكون هذه المبالغ موجودة لشراء كل الأجهزة. فنحن مهمتنا أنه نكون واضحين بالشفافية ويحصل الأمر بأسرع وقت ممكن، وكان هذا يعني توجه خادم الحرمين الشريفين أنه الأمور تصير بسرعة وخاصة بالنسبة للذخائر.
الزخائر للجيش ولا زخائر لقوى الأمن الداخلي، هذا موضوع بتم فورا وبأسرع وقت ممكن. يعني إذا كان في طلبات اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة حتلاقوها ملباية من قبل هذه المساعدة. السؤال الآخر فيما يخص دور حزب الله، الحقيقة إنه حزب الله الآن يشارك مع الجيش اللبناني في عسا، لكن حزب الله كان له دور واضح وصريح فيما حدث في سوريا وفيما حدث سابقا في لبنان. هذا التعارض لا، شوف حزب الله لم يشارك مع الجيش اللبناني، لأكون واضح صريح معك، لم يشارك. وحزب الله في مكان ما هو المسؤول عن اللي حصل في عرسال، بس أنا ما بدي ناقش هالأمور الآن. يعني هذه أمور حابب أن ناقش المساعدة اللي تقدمت من قبل خادم الحرمين الشريفين، ولكن لا شك أنه دخول جهة لبنانية إلى الساحة السورية حيعطي ردة فعل طبيعية من هؤلاء، ولكن هذه جريمة اللي حصلت، دخول بعض اللبنانيين إلى الساحة السورية ودخول السوريين إلى الساحة وضرب السيادة اللبنانية هي كمان أيضا جريمة. تفضل. بلبنان بيقولوا دولة الرئيس، فخامة الرئيس لرئيس جمهورية، وهلا نحن ما عندنا رئيس جمهورية، عم نفتش. شوف تاريخيا بتاريخ لبنان، الجيش اللبناني بوسط الحرب الأهلية ما فقد أي سلاح من أسلحته المقدمة، إن كان من اللي شراها هو ولا كانت مقدمة من قبل أي جهة فرنسية أو سعودية أو أمريكية، كل سلاح بيدله يبقى مع الجيش. هذا موضوع ما حدا شوف، وبعض الدول بتحط شكوك عشان ما يسلح الجيش اللبناني بالأسلحة اللي لازم يكون مسلح فيها. يعني مثلا الأسلحة المتطورة بعض الجهات بتقول انه لا ما بنقدر نعطيك هالسلاح، مثلا صواريخ دقيقه الرمي، انه لا هذه يمكن توقع بيد حزب الله. تاريخيا في لبنان ما بحياته الجيش اللبناني او القوى الامنيه العسكريه بلبنان قدر اي انسان ينتزع منها اي سلاح. تفضل. هلا في اسلحه يعني شوي حتكون متطوره، واللي هن مثل يعني بعض يمكن الطائرات الصغيره اللي ممكن تساعد الجيش اللبناني، واللي هن هو مدرب عليها. مش مهم انك يكون عندك المعده، المهم انه كمان ايضا الجيش اللبناني يقدر يستعملها، او قوى الامن الداخلي تقدر تستعمل المعدات. فاي شيء قادرين يستعملوه او فورا، هذه المساعدة مستعدة انه يعني تتقدم لهذا الشأن. الأخير للقناة السعودية الأولى. تفضل. وليد المالكي في ميزان السعودية. دولة الرئيس هذا المبلغ مقدم كدعم من خادم الحرمين الشريفين للجيش اللبناني، هل سيكون هذا المبلغ بمثابة شيء ينهي هذه الحرب؟ طبعا بما ان لبنان الان في ميدان حرب، هل سيكون هذا المبلغ كافيا لانهاء هذه المشكله ام لبنان تحتاج الى دعم اخر؟ لا شك انه هذا المبلغ مفروض انه يعزز جدا الجيش اللبناني والقوى الامن الداخلي وكل الاجهزه الامنيه بمحاربه الارهاب. نحن في عندنا نقص كبير جدا، يعني في قوى الامن الداخلي في عندك نقص رهيب اللي هي تابعه لوزاره الداخليه، والجيش اللبناني في نقص كمان ايضا في الذخائر وبعض المعدات المهمه جدا لمكافحه الارهاب. يعني في عندنا نحن افواج ثلاثه، مثل فوج المجولق، فوج المغاوير، فوج الثالث نسيت اسمه. المهم هؤلاء الافواج هن افواج سريعه التدخل، ولكن يلزمها تجهيز. يعني كل ما تكون التجهيز اسرع بنقل هليكوبترات ولا
ولا سيارات مصفحة لقلب المعركة. أكيد هذه، وبرأيي أنه هذه المساعدة إن شاء الله حتكفي الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى لتسكير هذا الفراغ اللي عندنا إياه في الأمن في لبنان ضد الإرهاب. وبدي أرجع أكرر شكري لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي اللي دائما وقف مع لبنان بكل مرحلة من المراحل الصعبة اللي مرق فيها، وإن شاء الله ننجح بهذه المهمة بأسرع وقت ممكن. شكرا.